اه والله ايه ده وشك كده ليه؟ اللهم صل على النبي. وانا قصرت الحته دي بس يلا اللهم صل على النبي. ايه رايك؟ امان خرافه ببالك دي جديده. ايوه جديده زي ما قلت لك هنعمل فيها مقلب. اه ان هي الشقه مش عاجباكي وانت ازاي تختاري الالوان دي وبتاع. ايه رايك؟ سيبنا زيت بقى. هي بصي بصراحة مش عارف، هي بتقول لي خليها تيجي ده عشان اقول لها على حاجة، كام حاجة كده مش عاجباها. بجد؟ اه. ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. انا جاي النهاردة بفكرة مقلب فظيع فعليا، ان هو ايه؟ انا هجيب ماما الاول عشان تشوف رد فعلها على الشقة، لان انا جيت هي خدتني على ملا وشي وانا جاي من الجيش على طول، قالت لي تعالى عشان تشوف الشقة. انا كنت شفت ربع الشقة او ثلاث ارباع الشقة قبل ما امشي، وانا اللي كنت مظبط مع الصناعية وبتاع، بس كنت خايف الحياه ما تطلعش ايه زي ما انا عايز. بس الله يبارك له خلق خلانها يعني قاموا بالواجب وقفوا مكاني، واخويا وكله يعني ايه كان واقف مكاني عشان كنت في الجيش. فماما ما كانتش شافت برضه التفنيشه الاخيره، فانا هجيبها تشوف التفنيشه الاخيره واشوف رد فعلها. ان شاء الله هتعجبها، لان انا متوقع انها تعجبها. انا يا دوبك طلعت غيرت وقلت لها البسي وبتاع وكده عشان خاطر انا هجيبك تشوفي الشقه وهنعمل مقلب اتمقلب يا ابني ده الشقه وبتاع. قلت لها بقول لك ايه، هنعملوا مقلب فيها ان الشقه مش عاجباكي ديكوراتها وحاجاتها، وازاي انت تختاري الحاجات دي. فماما اتفاجئت كده، قلت لها ما اقول لك معلش بس عشان هي ايه، وانا جاي سخن، انا جاي من الاجازه سخن بما ان هي اخر اجازه في الجيش، فانا جاي سخن وعايز اعمل فيها مقلب واخد حقي وبتاع. انا مبسوط جدا بالشقه، انا عايزكم تقولوا لي الف مبروك وبسم الله ما شاء الله وتباركوا كده، تقولوا اللهم بارك تمام. وانا عايزكم بس توصلوا الفيديو ده ل 10000 لايك عشان تشجعوني، وعشان تباركوا لي برضه تقولوا ان يعني الف مبروك على الشقه، توصلوا الفيديو ل 10000 لايك وتشجعوني ان انا اعمل فيها مقالب تانيه كتير عشان خاطر انا مقلبي بتظبط معاكم وبتعجبكم تمام. استنوا بقى اما اجيب ماما وتشوف رد فعلها على الشقه، وبعدين نجيبه عليها نقول لها بقول لك ايه، طب تعالى عشان ماما برضه في حاجات مش عاجباها في الشقه، فعايزك تيجي علشان هي في حاجات كتير قوي مش عاجباها. ماشي خليكم معايا واستنوا عشان في دمار وفي ايه حاجات جامده جدا الايام الجايه، وهنبقى عندكم معانا حته حته في الشقه مع بعضينا كده واحنا بنظبط الدنيا وانتم معانا. لو ما تنسوش تفصلوا الفيديو ده 10000 لايك، ولو انت اول مره تشوفنا معانا مشترك في القناه فعل زر الجرس وتحط لايك. خش بقى على رد فعل ماما لما تيجي. بصوا بقى المفروض ان ماما جايه، هاخد رد فعلها الاول وبعد كده احكي لها عن المقلب. فايه خليكم معانا واحده واحده كده لحد ما تيجي ونشوف رد فعلها على الشقه اللي انا اتبهرت بيها. انا لسه طالع مغير اصلا، يعني انا كنت لسه انتوا شفتوني انا اول ما جيت على الشقه جيت بهدوم الجيش وهي بقى روحت. فانا والله بقول لك ايه، طب تعالى عشان اوريك لماما الشقه وما عجبتهاش. مين ماما صح؟ انا. طب غمضي عينك. غمض عيني وحاضر. انت بقى اللي قدمت ايش؟ انا مش عارفه قدمت حد. لا والله من ساعه ما انا سافرت؟ اه والله. ما بتجيش ليه؟ اجي اعمل ايه كلها صناعيه ومتجيبه في ايه؟ افتح ولا لسه؟ لا خليكي زي ما انت. طب الباب مقفول ولا لا؟ خليك بس سيبيه مش مهم. اهو افتح فتح صلوات النبي مش ممكن والله. انا اول ما جيت ما صلي على النبي هدير الطرف شقتنا؟ لا من تحت شقتنا دي يا محمد؟ اه والله. ايه ده؟ وشك كده ليه؟ اللهم صل على النبي. وانا قصرت الحته دي بس يلا اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي عشان الحته دي اتكسرت. ايه ده ايه ده؟ لا دي مش شقتنا هي والله. هي لسه اصلا مفاجئني بيها اول ما جيت. خمسه تعبوا يا محمد هم تعبوا. حق الله اللهم صل على. وايه ده ايه ده؟ ايه رايك؟ ده لسه لحد ما تركب اسبوع. اللهم صل على ده. بص الحمد دي كبرت خالص. ايوه. ايه ده ايه؟ شفت المطبخ؟ انت بتصورني ليه طيب؟ تعالى طيب. صورني ليه؟ جميله جدا. ايه رايك؟ لا ده عايز يبقى انت الغدا يا محمد هنا؟ ده يا هو احي جميله روعه يا محمد بامان والله جميله. الناس دي تعبت يا محمد حق الله. استني طب ايه ده؟ استني انت عايز تخش تشوف الاوضه دي صح؟ هموت واعرف ايه ده. طب استني بس قبل ما تبص الاوضه دي بص وراك كده. واو ايه ده؟ محمد هناك في السيراميكا ده ايه ده؟ زي بتاع في الافلام يا محمد. ايوه بقول لها كده والله. جميل يا رايك في الليفنج بقى؟ ايه؟ الليفنج ايه دي بس؟ دي اوضه المعيشه. دي اوضه المعيشه اه فاكراها؟ حلو روعه يا محمد. وايه ده ايه ده؟ قولوا بسم الله ما شاء الله في الكومنتات. ها اللهم صل على النبي يا محمد بجد حقيقه روعه.
الناس دول اساسا يا محمد. ماما بقول لها خالك اصلا؟ استاذ. اه خلانك يعني ايه اللي هم عملوا الحاجه وانا مش موجود؟ لا بس نفس الحاجه اللي انا عايزها. نفسيهم. شكرا. يعني بجد كلهم لعيال. هم واقفين اصلا واقفه مش واقفين ان هم واقفين مكاني. دي عامله في انت؟ دي البلكونه. البلكونه اللي هنا؟ جميل. ايه ده يا محمد؟ ايه ده؟ طب بقول لك ايه؟ انا جات لي فكره. انا جات لي فكره. استنى يا اخويا شوف الفكره ايه بس؟ طب تعالى شوف الاوضه. ايه ده؟ اللهم صل على النبي يا محمد. ايه رايك؟ خرافه. بامانه. خرافه. دي بنت جديده. ايوه. جديده؟ ماما مفاجأة قوي، متفاجأة جدا. حمو جديدة دي؟ لا والله دي القديمة وظبطتها. طب معايا فلوس اجيب ايه جديد؟ لا بجد يا محمد. والله العظيم. الناس دي شايفه شغال بجد ربنا. بقول لك ايه صح؟ ايه بقى؟ انا جات في دماغي فكره. فكره ايه؟ عجبتك الشقه بجد؟ عجبتني؟ طب بص. اوعى تجيب الازازه الكاسه دول يعوضها. بص بقى، بص يا معلم. ايه يا معلم؟ هنتفق انا وانتي ان احنا الشقه ما عجبتكيش. اتفقت انا وانت يبقى في حاجه مشكله. ما هو بص ايوه تعالي بره بس عشان الاضاءه بره. تعالي بقى بره كده. كده امي بدات تهرشني. لا بدات افهمك. بص يا ماما زي ما قلت لك هنعمل فيها مقلب. ان هي الشقه مش عاجباكي. وانت ازاي تختاري الالوان دي وبتاع؟ ايه رايك؟ بس احنا زيت بقى ما توصلنيش. بس هي عجبتك ولا لا بامانه؟ لا حق الله الله يبارك لهم. طب استني بقى ايه؟ بجد حق الله الله يبارك لهم. بجد. والله العظيم ناس احنا كنا جينا ليه ما كانش حيلنا كده؟ والله انا مش مصدق لحد دلوقتي. كفايه انت مش معاني. ما ده قصدي. كفايه انت مش معاني. تعالي كده وعاملين الشقه انا مبسوط قوي ان انت مبسوط. وعامله بقى محمد نفس الحاجه اللي هي في دماغك. ايوه الصور يعني الحاجات دي الحمد لله يا رب الحمد لله. انت كان ضميرك حلو والبنت دي ضميرها حلو. الو ايه يا بنت؟ بقول لك ايه انا خدت ماما طلعتها الشقه. طلعتها الشقه؟ اه والله. طيب ايه رايها؟ هي بصي بصراحه مش عارف هي بتقول لي خليها تيجي ده عشان اقول لها على حاجه كام حاجه كده مش عاجباها. مش عارف هي بتقول لي في مش عارف ما حسيتش رد فعلها حلو انا بكلمك اصلا في الاوضه الثانيه وهي مش عايزه. غريبه ايه؟ ثانيه انا كتمت. انت مالك مندمجه ليه يا ناس؟ انا مش سامعاني. انا كتمت ايه؟ انت مالك مندمجه؟ الو ايوه ايه يا بنتي؟ اه لسه فوق. لا هي مش عارف بس انا يعني قاعد شويه معاها بحاول اقنعها بكام حاجه عشان هي مش مقتنعه. ماشي يا ماما طب انجزي يلا سلام. هي خلي بالك شكلها اتضايقت اصلا ان هي مفيش حاجه عاجباكي وبتاع فلسه ايه؟ انت بجد ايه رايك؟ انا حاول اشكرك. اه والله العظيم ربنا يكرمك ويهنيك. بيكرمني بيكرمنا شكرا. لو ربنا يكرمك ويهنيك فيها جميل. لا والله مش عليك بقى تقولي الكلام ده قدام. لا انا احنا نعمله مقلب فيه. حزين حزين بالظبط. ايه بس خد بقول لك ايه خليكم بقى في المقلب الفيديو ده. مخبي بقى ده؟ اه هنخبي الدنيا ونظبط الدنيا. ده حته كده ايوه خبيها. طيب على جنب مستني بقى اما تيجي ونشوف لو بقى هي وامها اسيب برضه؟ اه بس ان شاء الله ما تجيش يا امها باذن الله. لو بيت واحده عزيزه لان امها تقول لك ايه طب مش عاجبك ايه ليه وبتاع انما هي ممكن تتحرج. بس يا جماعه حق الله ولا انا ولا اخوه ولا حد مننا جه في هنا وعمل معاهم حاجه خالص. لا هم برضو يعني هم عارفين ان انا هم عارفين ايه هو مش هنا وعارفين ان اخوه عنده شغل حق الله يمين بالواجب والزياده والله لو كنا جبنا بس هو برضه جه كذا مره وبتاع يعني بس هم بس برضو ايه بس معلش يا محمد انا في رد فعل مع اللي صورتني طب ممكن بقى اريح لغايه لما عشان ابخبخ ماشي خليكم بقى معانا استنوا المقلب الفيديو الجاي يعني انت لو كده قفل وشوف الفيديو الجاي فيه ايه مقلب بقى عليه ونشوف بتاع ماما وعلياء اما يتقبصوا في بعض وان الشقه مش عاجباها مستنيينكم.